اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده. حلقتنا النهارده من الدوري الانجليزي، ارسنال بيفوز على كريستال بالاس 3-1. 3-1 بشق الانفس يا جماعه، ده انا طلعت لي حبايه هنا في التسعين دقيقه من ارتيتا ومن ادارته للقاء ومن السلبيات الكتيره المتواجده في فريق ارسنال النهارده. قبل ما نبدا في تفاصيل الحلقه ونتكلم عن حظوظ ارسنال في الصعود لليوروبا ليج الموسم القادم وازاي ارسنال قدر يحقق الفوز رغم السلبيات الكتيره المتواجده في الفريق النهارده، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناه. دعمكم باللايك بيفرق كتير جدا في نشر المحتوى، فما تبخلوش علينا. بالاربعه 2-3-1 على الورق 3-4-3 ارتيتا دخل اللقاء النهارده، وانا ضد فكره اللعب ب 3-4-3. 3-4-3 النهارده كانت جيده جدا في اول 20 دقيقه، لكن بعد اول 20 دقيقه ارسنال كان بيعاني معاناه شديده في الوصول لمرمى كريستال بالاس رغم الاستحواذ الكبير لفرقه ارسنال. لينو في حراسه المرمى نجم اللقاء النهارده، لينو يستحق التواجد في قائمه المنتخب الالماني في يورو 2020. الراجل النهارده بيصد كرات كتيره كان ممكن تخلي ارسنال يخسر بنتيجه كارثيه بسبب سوء التعامل مع الكرات الثابته والعرضيه والصراعات الهوائيه الكتيره اللي خسرها ارسنال. رباعي في خط الظهر تشامبرز وجنبه ثنائيه كونتي كتير بنادي ان هم لازم يلعبوا جنب بعض النهارده بتثبت فشلها، وخصوصا في التعامل مع الصراعات الهوائيه او واحد ضد واحد جابرييل ماجالايس وجنبه هولدنج السيء جدا 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 والمتسبب الاول في ظهور خط دفاع ارسنال بالحاله السيئه النهارده. على شمال الملعب واحد من نجوم ارسنال الموسم دوت كرام ترني، ثنائيه في نص الملعب وبعكس ثنائيه الدفاع اللي اثبتت فشلها النهارده، ثنائيه نص الملعب توماس بارتي ومحمد النني اثبتت فعلا ان الثنائيه ديت كانت تستحق تبدا بيها من بدايه الموسم يا ارتيتا. قدامهم ثلاثيه، ساكا على الناحيه الشمال لكنه كان متحرك في خلال ال 60 دقيقه اللي لعبها. على الناحيه اليمين كان متواجد نيكولاس بيبي رقم 10 سميث روي اللي كان غايب اقوى او اكتر فترات اللقاء النهارده بسبب ان ارسنال مكثف لعبه على الاطراف والاجنحه اكتر وبيعتمد على الاظهره والاجنحه اكتر والكرات العرضيه وسايب فكره الهجوم من العمق رغم المساحات الكتيرة اللي كانت متواجدة في الشوط الثاني قبل إحراز كريستال بالاس الهدف ومهاجم صريح خيال المآتة المكسح أوباميانج. الأربعة 2-3-1 بتتحول للتلاتة 4-3 بيميل فيها تشامبرز إن هو يبقى ثلاثي مع الباقي الدفاع وبالتالي يتحول خط الظهر المكون من أربعة إلى ثلاثي في خط الظهر، ويميل ترني إلى إنه يبقى جناح طاير على الناحية ديت وساكا هو اللي يدخل للعمق، أو حتى لو ترني هو المتواجد على الخط ساكا بيبدأ يضم للعمق. الفكرة ديت أثبتت نجاحها في أول 20 دقيقة، شفنا خطورة حقيقية على مرمى كريستال بالاس، شفنا استحواذ، شفنا إيجابية، يمكن ما شفناش شراسة لكن شفنا خطورة، شفنا فرص أرسنال بيخلقها من خلال العرضيات من غير خلال التحركات من خلال الكرات القطرية اللي بيلعبها وسط الملعب المتمثل في محمد النني اللي بيجدها جدا أو توماس بارتي على فترات. شفنا الناحية العكسية كريستال بالاس بقى، وأول سلبية من سلبيات أرسنال النهاردة الصراعات الهوائية والتعامل مع الكرات الثابتة والعرضيات. أرسنال خلال الشوط الأول تقريبا اتلعب عليه أكتر من خمس كرات ثابتة، الخمس كرات ثابتة فريق أرسنال فاز في صراع هوائي واحد داخل منطقة الجزاء وخسر أربعة، ولولا لينو وتصدياته من خلال الكرات الثابتة كان ممكن أرسنال يخرج بنتيجة كارثية. في الشوط الأول ظهرت حاجة تانية كانت مميزة جدا في أرسنال النهاردة، وهي الضغط على حامل الكرة أو الضغط العالي. الضغط كان مميز جدا، بتحاول تعطيل الهجمة بشتى الفرص بشتى يعني بشتى الطرق، بتحاول ان انت توقف الهجمة اما بفاول او اما ان انت تضغط باكبر عدد ممكن من اللعيبة عشان تعطل لعيبة كريستال بالاس من الخروج بالكرة، ودوت نجح على فترات لكنه فشل في فترات اخرى لغياب الشراسة الحقيقية لما غابت في الشوط الثاني. ارسنال انهى الشوط الاول الفريق يعني ظهر بشكل تقول نقوله ايه شكل في اول 20 دقيقه شكل مميز، لكن بعد كده الفريق تراجع غير
مبرر، لغايه ما ظهر بقى في الشوط الثاني نيكولاس بيبي الراجل، او قبل نهايه الشوط الاول ظهر نيكولاس بيبي والراجل احرز هدف لارسنال. نيكولاس بيبي حبه البركه واحد من المهاجمين المميزين الموسم دوت مع ارسنال. الراجل في اخر تقريبا اخر 13 جول الراجل جايب 11 او 11 جول تقريبا في اخر 13 جول احرزهم ارسنال. كره الهدف اتلعبت على الناحيه الشمال اللي بنتكلم فيها، ساكا على الخط، تيرني هو اللي دخل العمق، كعب ساكا، وخروج او مجيء نيكولاس بيبي من الناحيه العكسيه ودخوله داخل منطقه الجزاء نفس اللعبه اتلعبت في ماتش ويست بروم، وقدر سميث روي يحرز هدفه الاول مع ارسنال عشان يتقدم ارسنال في الماتش دوت من خلال نيكولاس بيبي 1-0 في الشوط الاول. ويخلص الشوط الاول وانت متقدم، وانت داخل الشوط الثاني ثقه اعلى، داخل الشوط الثاني هتحسن شويه من سلبياتك الكتير اللي ظهرت في الشوط الاول، وخصوصا ان انت ما قدرتش تتعامل مع الصراعات الهوائيه او في الحاله الدفاعيه والكرات الثابته والعرضيات. النقطة الثانية ان انت مش قادر تخترق من عمق دفاعات كريستال بالاس، يمكن في بعض الاحيان كان في تكتل دفاعي رهيب من كريستال بالاس، ممكن نعذر لاعبي ارسنال في النقطة ديت، لكن في الشوط الثاني مع ظهور المساحات لا اعذار لفرقة ارسنال مع تواجد المساحات في عمق الملعب والخروج تحت الضغط في عمق الملعب من خلال نزول سميث روي ان هو ينزل يستقبل الكورة وهو اللي ياخد الكورة ويبدأ يهاجم وهو اللي يبني اللعب من خلال عمق الملعب. ده في الشوط الثاني في دقائق قبل احراز الهدف. النقطة الثالثة والسلبية الثالثة اللي ظهرت على ارسنال هي ان ارسنال ما سددش ولا تسديدة على مرمى حارس مرمى كريستال بالاس غير تسديدة بتاعت نيكولاس بيبي اللي احرز من خلال هدف في اول 80 دقيقة لغاية لحظة احراز الهدف الثاني، يعني لغاية احراز الهدف الثاني من مارتينيلي ارسنال ما كانش شاط ولا تصويبه على مرمى كريستال بالاس. على الناحيه الثانيه كريستال بالاس بيترجم فوزه وتفوقه في الصراعات الهوائيه والكرات الثابته وتعامله مع الكرات الثابته الى هدف عن طريق بنتيكي، الرجل اللي كان مفترض يطرد النهارده ضربه من غير كوره، كوع في بو في في, في زور محمد النني، كارت احمر على طول، وكره الهدف فاول، ضرب النني وضرب ماجالايس. لكن التحكيم الانجليزي الموسم دوت انا شايل ايدي منه مع ارسنال حاجه غريبه، مع كل الفرق بيبقى عادل جدا، يجي مع ارسنال وتحس ان هو اخرهم يحكموا ما بين سوسو ولولو اللي سرق مصاصه هيثم في فصل تانية تالت في المدرسه الابتدائيه، لكن غير كده التحكيم الانجليزي سيء جدا مع ارسنال الموسم دوت. ارتيتا بعد الهدف قرر يدخل بتغييرات غير مفهومه، تيرن بيخرج وبينزل مكان منه مارتينيلي، ماشي، طب مين بيلعب دلوقتي؟ انت حولتها 3 4 3 صريحه صفر، طب ما كان من باب اولى تبدا بال 3 4 3 صريحه وتلعب بكران تيرني في نص الملعب مثلا، كان من باب اولى ان انت تعمل النقطه ديت في غياب تشامبرز، تضحي بتشامبرز. لكن انا في العموم انا ضد فكره 3 4 3 لان بتقتل ظهير قوي زي ظهير تيرني النهارده، الراجل ظهر بشكل كويس لان هو كان الظهير الطاير مش الظهير الثابت زي تشامبرز على الناحيه العكسيه. بعدها بيقوم بتغييرتين، بنزول تشاكا على حساب تيرني واوديجارد على حساب ساكا ومارتينيلي، عفوا بنزول مارتينيلي على حساب بارتي وتشاكا على حساب تيرني، يعني ما تفهمش برضك هو عايز يقول ايه، واوديجارد على حساب ساكا ديت اول تغييره. تغييرات اتت بثمارها لكن تغييرات مش في توقيتها ومش صحيحه، يعني فكره ان انت تخرج تيرني وتنزل تشاكا، طب بتضطر بعد كده ان انت تخرج بارتي وتنزل مارتينيلي، ما مش مفهومه برضك، انا مش قادر افهمها، يعني انت لعبت بالنني وتشاكا على حساب توماس بارتي. سيبنا من ديت لان النقطه اثبتت عكس توقعاتنا ونجحت من خلال هدف الثاني اللي احرزه مارتينيلي من خلال عرضيه لمارتن اوديجارد. نفس الكوره اتكررت من 10 دقائق قبلها ب 10 دقائق من نفس الناحيه من نيكولاس بيبي او تشامبرز على العرضة البعيدة لأوباميانج، لكن الراجل قلشها، خيال المئات قلشها. مارتينيلي، أبوس رجلك، أبوس جزمتك يا عم أرتيتا، ابدأ بمارتينيلي بدل خيال المئات المكسح اللي تعبنا الموسم دوت. من إمتى بنهاته ونادوا إن لازم مارتينيلي ياخد فرصة؟ بتحضره للموسم الجاي؟ تمام حضره، لكن لازم ياخد فرصة. بدري عن الدقيقة 80، بدري عن الدقيقة 75 اللي دي خلاص بقت عقيدة عندك. التغيير الأول يحصل 75.
الهدف الثالث بقى خلص الكلام، حبة البركة نيكولاس بيبي من خلال رمية تماس أرسنال بيجيب جون. إحنا مش عارفين نجيب جون من كرة ثابتة ولا ركنية، بنجيب كرة من تماس. تماس اتلعب، أوباميانج الراجل كتر خيره عمل اسيست النهارده عشان يحلل اللقمة ويحلل الفلوس اللي بياخدها. نيكولاس بيبي حبة البركة النهارده بيدخل لعمق منطقة الجزاء ويلم هوبا ار 2 أرضية على يمين حارس مرمى كريستال بالاس عشان ينتهي اللقاء 3-1. ما هي فرص ارسنال في الصعود لبطوله اوروبيه؟ ارسنال عنده ماتش مهم الماتش اللي جاي تقريبا مع برايتون، لازم يفوز فيه. هو دلوقتي 58 نقطه، لو فاز هيبقى 61، لكن ينتظر هزيمه توتنهام قصاد فريق ليستر سيتي، ينتظر هزيمه ويست هام قصاد ساوثهامبتون، وفي نفس الوقت ننتظر هزيمه ويست هام في اللقاء المقام حاليا قصاد ويست بروميتش البيون، واللي لغايه دلوقتي ماشي لغايه اللحظه ديت 1-0 لصالح ويست بروم. يبقى ويست هام يخسر ماتش ويست بروم والماتش الجاي قصاد ساوثهامبتون، وتوتنهام يخسر ماتش ليستر سيتي، وارسنال يفوز قصاد برايتون، وفي نفس الوقت ايفرتون اللي هيلاعب مانشستر سيتي يا اما يخسر يا اما يتعادل، لكن في نفس الوقت ارسنال مطالب بالفوز. يعني احنا عايزين الفانوس السحري، وواحد كده مش من مشجعي ارسنال يدعك الفانوس السحري ويطلع العفريت ونطلب منه بضمير صاحي، عشان لو واحد من مشجعي ارسنال حك الفانوس العفريت هيجي له تسلخات. دوت كان رايي عن ماتش ارسنال وكريستال بالاس النهارده 3-1 لصالح ارسنال. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناه. سلام.